ايه ايه هوا ايه كلها وحطو وكلها وكي دار ليه الزمان. اما ليام ما عمرها غادية تكون صقعة بحال حدو قدو كان قانع باللي عنده راضي باللي كان وشحال فراسو من حرفة وصنعة ولا اني من جنبو العدو وبقفاه سلي عفان الله يخليها سلعة. هذا علاش ما تقعد سعدو حتى كنا وعليه العديان حديدان بو سبعة بو سبع صنايع والرزق ضايع بو سبع حرافي والرزق حافي بو سبع رواح بحال الكلب النباح حاصلوا ما فيه حكون حاسو وردوه بو سبع وجوه شلا ما حطوا عليه حتى خلاو ناسو بالكلفة باش يعرفوه. سيدي. وعليكم السلام. قول لي يا الشريف كتصلي ولا لا؟ كيفاش بنيتي؟ واش كتصلي ولا لا؟ واش دخلك انت في هذا الفضول صلي ولا ما تصليش؟ ها وزايد نقولوا كاع بنادم كيصلي شكون عارف راسو واش صلاته مقبوله ولا وضوه دايز؟ لا غير لو سيدي بغى شي واحد كيصلي باش يذبح لهم واحد ثلاثه الخرفان ويخلصوه. ثلاثه ديال الخرفان؟ ثلاثه ديال الخرفان وبشحال؟ خمسه ديال القروش للخروف. لا لا بنيتي ما بساليش. لا ويزيدوك البطانة بالصوف والكرعين والروس والدوارة والكروش. ايوا اش قلت الكروش عزاز عليا. ومن ناحية الصلاة كان صلي الله يقبل الله يقبل. ومن ناحية الدبيحة حتى هي كندبح ولا اني مني كنحصل. غير انا بنيتي راه ثلاثة ديال الخرفان راه قاصحين عليا شوية حتى انا ماشي قزار. ومني قلتي الخلاص كاين كاين ما كاين باس ويالله تبعني. ولين يا بنات ابنتي بلاتي نسولك الله يرحم لك الوالدين راه خاصني العوين. زعما واش عندكم شي راجل في الدار باش يعاوني حتى هو يشد معايا؟ بلاتي يا بنيتي بلاتي دخل. ايه ندخل ابنيتي لاش لا ندخل. بغيت غير نسولك ابنيتي وما ديريهاش مني قلت الصواب. هاد المناسبه ديالاش واش عقيقه ولا جواج ولا ختانه ولا شي كون؟ صدقة على المرحوم مول الدار وحلال على المجحوم اللي باغي يستولي على هاد الدار. ويبتي ويبتي اش دخلني هاد الخربة عباد الله؟ لاش دخلت؟ طلق راسك. يا بنيتي نطلق راسي علاش لا؟ راه جينا وخصهم يتمضاو مزيان حيت الخرفان ما خصناش نعذبوهم في الذبيحة بزاكن. وانت شغلك؟ انا بغيتو يتعذب النيت. بركة ما تمضي دوك الجناوة وهاك فك لي هاد القنانب. عندك ابنتي عندك وراهم ماضيين عارفة ما تخافش عليا. قولي لي يا بنتي واش الخرفان الفوق احتفت الفوت ولا عاش عاش
واللي ما تشبع موت. عاد حقة ما حقة يا رجال القبيلة تقول لي يا طلق مرتك تزوج بيا أنا. علاش لا؟ اش من عيب فيها بنت خالتي؟ علاش نفرتك على شكون بيديا؟ هذا هو جيت العيب. يلا بصحي دموعك ونالي الشيطان. الشيطان؟ الشيطان مكرتكش تعاوني عليه وتشدوا لي النحر وانا ماشي نعلو النحرو. اعوذ بالله منه. واه جلسي يا بنيتي جلسي الله يرضي عليك جلسي. عودت لي رحمه من داق داق حتى السلام عليكم. اي راه خلاها مولا قالك الا بغيتي صحه الخبر سول خويا من الدار. الله يجيبك على خير ابا رحيم. ولا طلعت ماشي خدامه. واش تكون مرت تامي؟ او ولد خالت بامو؟ ايه جابها باش تخدم عليها واتفق هو وياها باش ينصبوا على الهجاله مسكينه ويديوا ليها فليساتها اللي خلى ليها المرحوم محاسب باك. ومالها جاتها الغيره ولا تنادم معاها الحال ولا بقات فيها المرأة؟ بجوج شافت راجلها تبدل وتقلب عليها وعرفات ولا دخلوه الفلوس غادي يسمح فيها ومن جهه على حساب ما قالت هي بقات فيها. ماكلتي ولا ودخلتي؟ عندي قلب الماكلة. جمعت شي رحمة؟ واخا لالا. وتي سربي مالك راخي ودنيك؟ غير رجع لمراتك وعيش حياتك. ولا كان بك فلوس محاسب باك ولد خالتي راه ما كانت سال فيهم حتى حاجة حيت ما عندي معاه لا ولد ولا بنت. كلشي ديال خوب وشكارة. وخوه على ما كيعاودو اش راه يعولد المخزن؟ مخزن؟ و هاد خوه هذا فين كاين؟ ما نعرف. انا بعدا ما عمرني ما شفتو غير كان كيعاود لي عليه حيت كانوا هو وياه مقاطعين. ولاني ملي توصلو خبار موتو غيبه. انا راه كل لقيت لي نعتو ليا انا مشي عندو فين ما كان. علاش بغيتي؟ شنو بينك وبين؟ نعطيه ورد خوه كل ما كيتسال انا خلي لي اللي بغيت. واش غنقول لك اود خالتي يكون خير. شنو واقع في داري؟ لا هذه ما تكون غير الخدامه هرست شي حاجه والسلام. الله يهديك بنيتي الله يهديك الله يهديك بنيتي الله يهديك الله يهديك الله يهديك نعيل الشيطان نعيل الشيطان الله يهديك بنيتي الله يهديك. نمشي نشوف الفاقه شنو واقع. لا بلاتي لا بلاتي شوفها بنتي انت ارتاح عليها مع راسك وانا نمشي نشوف مالها. الا جاها ابو فرج نصيفطها عند والديها او حتى نرجع ونكمل الهضره ديالنا. نجيب شوية تعيش هاد العائلة اش واقع؟ تقعدي تقعدي واش باغي تفضحينا يا هاد الملحوسة؟ شوفي راه ما غاديش نخليك ترد ملي كل ما بنيت ولا والله والله تجمع رزينتك وتمشي عند والديك. والدنا راه ماشي هادشي اللي درناه. شوفي يا إما تشدي معايا الطريق وتكتمي ما فيك ولا والله والله الا عاودتي الحسي الخمسه راكي عارفاني علاش كات. انا سكت على ما فيا وحايزه امر الله حتى نشوفها فين غادي تطلع. خري 5000 امك طلعي وجدي راجلك العروسه. العروسه جينا فين هو داك خينا اللي صيفطنا تجيبيه حل للخرفان؟ اي مشى غير يتوضا ويصلي ويجي باش يذبح. اجمعي عليا هاد الحاله تعركي. يا ربي تاخذ فيه الحق اليوم قبل الغدا يا ربي. انا ما قداتش هذيك التريسه اللي دعيت فيها وخرجت فيها. يا ربي يا ربي خذ فيه الحق راك كتشوف. يا امي كتفي.
لا 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 هذا الراجل طغى وحقر على المراه وما كنتوش غيجيب عليها الدره عاد ما يخدمها عندها وحقوا لها ما تكرهوا وما تحملش والدي الشعره هذا راه يستاهل عباد الله تبيعها من الودن تال الودن ياك ابا هنيني ما كرهتيهاش تبعني ليه وتشد في الهبس حيت المراه الا تغلغلات ما غتبقاش تحمل الرجال كاملين اويلي علاه تغلبك مراه الا كانت مسنها وقلبها عامر ومغلغل تغلبني اكوك ايه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صافي عرفت اش خصني ندير يا بنتينا للشيطان وتبتي واحد ضريع عقلك واه اش من عقل باقي عندي مازال ملي ولا عاد باغيني انا نوجد ليه العروسة شوية توجد ليه في القبور ان شاء الله ياك سمعتي كلشي على ودني ايه سمعت سمعت دابا انت اللي غتسمعي مني وتبعيني في ري وانا غادي نفرجك فيه لا انا عارفه شنو غادي ندير يا بنتي الله يهديك بلاتي فين غاده انا باغي نذبح ونشل المذبح بيديا شويه بشويه راني عندك الشنوي الله يهديك بنيتي شوفي انا غادي نهنيك منهم بجوج وبالعقل بلا ما نوسخو فيهم يدينا قدرت الجنويه في يديك وسيله من السقع الاخر رجع لها في يديا لا با ما سيبتهاش من يدي وتاهي طاعتني ومشات معايا في الخط هيا كتبت عليها تاتا ها مسكينة بغات تفك من الصاب طاحت في شلاهبي وكهان يا كبا وغير بحسبك هادي غما كبرتش معاك وشاهد فيا ما علينا دابا كمل ليا وقول ليا باش كتبت عليها وباش طمعتيها والو قالت لي دير مريضة ما عنده باس وتمشي توجد العروسة وتجي تعاوني في الذبيحة سالت المده ديال العده ديالك لا لا سالت هذا شحال قبل ما يجيبك تامي تخدمي عندي اجي انت علاش كتسولي لا 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 غير شفتك لوحتي حق الله وسيدي تامي كيلبس في حوايج المرحوم ليلا غنديروا صدقه ان شاء الله على المرحوم الله يرحم القبر وما خلاه لا لا بالحق رحمه ما بغات حتى شي حد يسيق الخبار حتى تدوز هاد الليله ان شاء الله ولا كاع تيدوز العام ومالها لالا عيب ولا حرام لا لا غير ما بغيت شي واحد لوس يسيق الخبار ومالو على لالا هاد لوس كاش عدو فيك تزوجي ولا تبقاي رواسيه رحمه نوضي شوفي سيدك اش بغاو غادي يرجع عندي هنايا واخا لالا هي الاولى انا جايه سيدي التهامي اش كتسولي لالا شغلك واش عبد الله انا كنجبد لك قدامتي كتجري اللور خلاها مولا ركب لي عول على المريض تلا واش طلبتي مني شي حاجه اللي هي معقوله قلت لك لا والله انا بغيت نفهم واش كنت معنا كنقلب باش نزرب كل شيء يزيد بحال والله يسهل وانت كتقلبي لي على المشاكل كل ما في راسك تدخلوا في كرشك العجينه علاش سيدي كتقلب على هاد الوسه باش تعطيه ورث خوه وهو يخلي لك بنت خالتك مسكينه مسكينه وزعما انت تيقتيني وتقتي بيا ومالك غادي تكذب عليها حتى هي كيف ما تكذب عليا انا سيري سيري الله يجيبك على خير الهبيله بنت خالتك هي الهبيله وصافي صافي شوف سير عندك خونا في الله قول له يذبح دوك خرفان يطلق راسه ويزيد مع الطريق ولا بلاتي بلاتي اشنو تاني حتي شنو قول له يذبح الخرفان ويبقى نيت يكون واحد المجهود هو براني ميدي ميجيب خبار وسير تحركي ما كتحنزي فيها عاوتاني واخا سيدي راجل لالا تبارك الله على بنت خالتي الله يبارك فيك جيتي منوره سي تهامي لا ما لالا بمو باغا نهضر معاك دخل خير ياك باغي عليا كلمتنا اين كلمه راه شلا كلام اللي قلنا غندير الحلال باش تسافر
الله بنت خالتي صبري عليا بعدا غي جبر هرسي ونحيد عكازي وزيدون انا بحر لقيت فين ديك الوتاد ونفرخ وندير الولاد انت باغي نسافر عرفتي تهامي خصك تقلب على لوسي فين ما كان انا راه لما عطيتو ورتو ما هنا لي خاطر ما يرتاح لي بال شوفها بنت خالتي راه هني لي بالك الا بان من هنا العام انا عطيه ورتو وكل ما يتسال ولا ضر عليه العام وما بانشي ما يبقى عنده ما يتسال وداك الشيء اللي بغينا كيفاش داك الشيء اللي بغينا ونقولوا حنا مرات محاسبه كبيله وطيحها تامي ديال ولد خالتها بالحيله ورحيمو كيف درتي تبرتيها وسكتيها جيني نيشان وقول لي فاش طمعتي وباش طمعتيها طيب هذيك با انا الاول راه ما طمعت في حد ما طمعت حد وزايدون انا ما كنتش باغي نوصل انا كاع داك الحد كاع واش من حد راني مازال ما فهمتش شطره وجره ولا انت با خليتيني نعاود لك انا شطره وجره وانت كلمه جوج تبدا تسابق معايا في الهضره اسمح لي يا وليدي راك نطق عبزز مني حيت كتفاقدني في ايامي وزماني واللي داز عليك داز عليا يلا عاقول لي كمل كمل ما كاين باس زيد فاش خليناها خلينا سيدي في الذبيحه اي اي الذبيحه الله يفكرك في شهاده اي اي على ولد الهم جاب لك الله زرده بلا عراده الا ما خفت نكذب قولها وتامله وطواقيله يابا حني نيره انت اللي ولدتيني وعجنتيني بيديك وبيديك قريتيني دابا شنو نظارك واش تقول كيفاش اش نقولو وفاش نقول حمص ولا فول انا ما فهمتش اش باغي تقول واش ندخل بصيفة جزار ولا شاهد من الشهود ولا عدول بعدا بعدا وانا اعوذ بالله من قولت انا على حد عرفي وقد فهمتي ما يمكنش لك تحبط تم وتبرد المراه وترقدها الا ما بانت لك يا وليدي شهوده تم ما كاينش اللعب على ما بان ليا غادي تمشي بعيد كتر من العدول والشهود واقيله هذاك الشيء اللي كان ملي بغيت نتكي الحولي الاول وانا نقول الخدامه تحميها للزغاريت وهي تطلق واحد لسان يهرس الحجر خافوا هما من الفضيحه وما ينزلوا يعطروا في جلايلهم جاو تا لعندكم يلا حميها لواحد الزغاريت اخرى عاوتاني فين هادشي شنو واقع بركة جيبي الخنب خلنا ندبحوا هذا الخروف هذا تش هادشي اش وقع هنا ولا بنت من الفال سيدي التهامي ولا صدقه كيزغرتوا فيها الناس ولا كيديروا فيها الفال غادي نسبقوا الحولي ديال الحلال هو هذا ايه بصح النيت وحسن الحلال سيدي بغيناه يكون مسور بلا فضيحه لا واه لا واه واش راه هو هذا قص الدوار كله سيق الخبار الدين واضح وباين لا سيدي اش من واضح وباين حنا بغينا نستردم مولانا وزيدون ما كاين حتى واحد اللي يفرح معنا ولا يفرح بينا عرفتوا اش غادي ديروا الا جيتوا على ريي انا الليله ديروا الهلال وحتى من غير اليوم عاد ديروا صدقه للمرحوم وعلاش سيدي وشكون انت معدل كتشينا في هذا الري شكون انا لوسك خراج لك اللي باقي لحمو خضر تحت التراب واخا كنت ناوي نجي نعزي ونغمض على رزقي وحقي وما ندير حساب ولا اني مني تصاب في الكتاب الله يسهل المرأة من سيد الراجل ولا اني الورد الله يرحم القبر وما خلى راه عندهم ماليه سلام على رسول الله الى الجيل جا سيدنا محمد الله معاه الجيل عالي لا عرفوك درويشين تفولي كريش هادي كاينة 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 تعالى تشوف تعالى 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 تشوف تعالى وتعالى تشوف رانا جا ولدات خروف رونو يردوا الهبة ويحيدوا الخوف تعالى تشوف تعالى وتعالى تشوف مات بأمه مرضى بخلاه ومين الزو من الصوف تعالى تشوف تعالى وتعالى تشوف نزل مبلغ عام ونطرح خلتني برباعي تعالى تشوف تعالى تعالى تشوف دابا عاد زيان متليام والحال
العصب من لبهم تبقى له عافاكم راني شاريتي خارية عافاكم ولا تشتري